الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. يعني الأرقام اللي اتقالت، عندي 100,000 حالة حرجة تم التدخل وإنهائها من قوائم الانتظار خلال 8 شهور. تعليقك وأنت طبيبة في المقام الأول وعلى مرفق من المرافق المهمة في البلد، شايفاه تقييمه إيه؟ تقييمه إن إحنا خلاص الناس شافت إن في صحة بمفهوم جيد بمفهوم صحيح، وان احنا الحالات اللي كانت بتقعد بالسنه والاثنين عشان تستنى اجراء جراحي دلوقتي بتتحول على سيستم، والمريض بيجي له تليفون عن طريق الكول سنتر يقول له انت هتتحول في المكان الفلاني عشان تعمل التدخل بتاعك في خلال مده قليله جدا. فده انجاز، لان احنا ابتدينا من 6/7 تكليف سياده الرئيس، النهارده 8 شهور قفلنا 100 حاله، 100,000 حاله واكثر، كمان اكثر من 100,000، يعني 100,000 دكتور. طيب يا فده دكتورة، انجاز. دكتورة بعد إذنك، يعني انت حضرتك برضو في الآن بيتم الحديث عن مواجهة السمنة والتقزم وهذه الأمراض التي كانت منسية، أو يعني الحملة بين طلاب المدارس دي وصلنا فيها لغاية فين دلوقتي؟ بص يا فندم، هي حملة الأنيميا والسمنة والتقزم دي من ضمن مبادرات سيادة الرئيس اللي هي 100 مليون صحة بالإضافة لفيروس سي، دي على طلاب المدارس الابتدائي في كل مصر في 27 محافظة من 6 ل 12 سنة، بنعمل لهم مقياس الهيموجلوبين وبنقيس الطول والوزن في معادلة، بنشوف الطفل ده نسبة الهيموجلوبين بتاعته قد إيه والطول والوزن، كل ده ليه معادلات وليه مؤشر عندنا بنقيسه عشان نشوف التقزم والنحافة ونسبة نقص الحديد في الجسم عند الأطفال. وبيتعمل له، احنا عاملين بدين المرحلة دي من يوم 16/2، النهاردة ابتدينا المرحلة الثانية، مقفلين أكتر من 3 مليون و600 طفل في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ابتدينا النهاردة، عاملين على الأرض حوالي 27,000 حالة في المرحلة الأولى النهاردة. طبعا الأولاد بيتحولوا على العيادات الربط، دي هي العيادات الشاملة اللي هم الحالات البوست، بيتحولوا اونلاين بالكارت بتاع المتابعه، بيروحوا يعملوا الفحوصات الاعلى في العيادات الشامله الخاضعه للتامين الصحي، لان الطلبه كلهم يخضعوا في تامين صحي ويتلقوا العلاج بعد كده. الدكتوره سهير عبد الحميد، انا بشكر حضرتك جدا على هذه التوضيحات.